علي حدثالك همنا، علي. يعني حابة أسألك هذا الشيء، إنه الله يحفظكم. الأغنية اللي سمعناها والأغنية الشهيرة للفنان محمود التركي، الفراغ بين أصابعك حلم شفي، مثل ما سمعنا إنه صار عليها لغط، إنه حضرتك ويا أيضا الشاعر، منو اللي كتبها بالأول؟ وخاصة إنه إحنا شفنا يمكن ب 2022 عفوا إنه أنت كنت موثق فيديو أنت دا تقولها. يعني هو هذا الموضوع هو تقريبا السيد يعني اتصل بي الشاعر الاغنيه وقال وضح لي الامر. نعم. لكن كبدايه انا كاتبها ب 2017 ونشرت الفيديو ب 2017، بس انا بجيت كاتبها، انا احب اكتب الشعر، الشعر السحولة الملمع، مزيج بين الفصيح وبين الشعبي. صحيح. انا بجيت كاتبها بالشعبي. أيه. فاللي اخذها طبعا هو قبل الشاعر وقبل الاغنيه انتشر فيديو الولد، اعتقد يوتيوبر اسمه محمد كريم. نعم. هو نشرها، يعني حتى الحركات اللي مسويها هي هاي الحركات ما اخذها من الفيديو مالتي. أيه. يعني من الحركات من الكلمات محورها من الفصيح للشعبي. فاتصل بي، تحياتنا الى الشاعر محمد الواصف، شاعر الاغنيه مال الفراغ بين اصابعك. نعم. وضح لي الامر وقال لي انا مجرد توارد، فكره خطرت ببالك وخطرت ببالي وانتهى الموضوع.